سي بون. السيد الوزير المحترم، كاش كي سباس؟ لا خليك البيسي. اوكي تري بيان. السيد الوزير المحترم، ما هي استراتيجية الوزارة لتدبير ندرة المياه على المدى القريب والمتوسط، خاصة أمام تراجع التساقطات المطرية ونقص حاد في مخزون السدود ومنابع المياه الطبيعية؟ هل من قطائع مبرمجة انطلاقا من تقييم المغرب الأخضر الذي انطلق منذ 2008 وعلاقته باستفحال الأزمة المائية بسبب نهب المياه الجوفية وتوجيه الإنتاج الفلاحي نحو التصدير بعد قانون 95 وقانون 2015؟ هل تعتبرون إنشاء الشركات الجهوية متعددة التخصصات تشكل الحل؟ وفي جيج تنتفض وربما غدا جهات أخرى، لماذا تأخر المغرب في تأسيس مصانع لتحلية المياه؟ إسبانيا عندها 700 ديال المصانع والمغرب عنده 12 محطة و7 في طور الإنجاز. هل من مراجعة لسياسة بناء السدود المكلفة وتوجيه الميزانية لتحلية المياه وإعادة تدوير المياه؟ ثم ماذا عن دور شرطة الماء أمام الاستغلال غير المشروع والتلويث من قبل بعض الصناعات؟ وهل ستسترجع الدولة دورها في تدبير الماء وضمان الحق في الماء للجميع؟ ثم كيف سيتم التضامن خاصة مع الجهات المتضررة أكثر من الجفاف والعطش؟ شكرا سيدي.